أنا مخرج من الإمارات، أخرج طبعاً العديد من الأعمال الكرتونية والمسرحية والأفلام الروائية. أنا من الإمارات طبعاً وفخور جداً بزي الوطني، ولكن مرات ظروف عملي تتحتم علي أني أنا ألبس ملابس تعكس شخصيتي وتعكس طبيعة عملي، فلذلك أنا أختار ملابسي حسب الشغل اللي عندي. أنا درست الإعلام العام والرسوم المتحركة في بوسطن في أمريكا، وطبعاً كان في تخوف كبير مني أنا يعني أدخل مجال صعب في منطقتي، ولكن الحمد لله الله وفقنا وقدرنا يعني وقدرت أبدع يعني في بلدي وفي العالم. أكثر شيء أنا فخور فيه أني وصلت مرحلة في حياتي أني أقدر أقدم أعمال فنية تعبر عن هويتي، تعبر عن شخصيتي، ليس فقط في بلدي ولكن في جميع أنحاء العالم.